السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية، والنهاردة معانا خبر مهم جدا خاص بالثانوية العامة لسنة 2019 والخاص بمؤشرات تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة. مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة تؤكد انخفاض كليات القمة مثل كليات الطب والأسنان والصيدلة والهندسة والطب البيطري والعلوم بعد إعلان وزارة التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة بنسبة نجاح وصلت إلى 72% وانفراد اليوم السابع بنتيجة الثانوية العامة. يتساءل الكثير عن المؤشرات الأولى لتنسيق الجامعات لطلاب الثانوية العامة في المرحلة الأولى، وننشر لكم اليوم توقعات أكيدة بإذن الله لتنسيق المرحلة الأولى وكليات القمة كالتالي: صيدلة 96.5%، طب أسنان 97%، فنون جميلة 94.6%، اقتصاد وعلوم سياسية 94.6%، الإعلام 94.3%، الألسن 93.1%، الهندسة 92.1%، الطب 97.5%. وجدير بالذكر ان الاوراق المطلوبه للتقديم في الكليات العلميه والادبيه بعد تنسيق المراحل المختلفه لسنه 2019 هي صوره بطاقه الترشيح، اصل شهاده الثانويه العامه زائد صوره منها، اصل شهاده الميلاد زائد صوره منها، صوره البطاقه الشخصيه، عدد 6 صور حديثه مقاس 4×6، استماره 2 جند للذكور فقط، استمارة 6 جند للذكور مواليد 98 فيما فوق فقط، والمصاريف بتختلف من كلية للتانية. ونصائح هامة أثناء التقديم للجامعة: صورة بطاقة الترشيح بعد ما تطبعها حوالي 5 صور، لأنك هتدخل بيها من بوابة الجامعة وهتبقى ضمن ورق التقديم، الصور الخاصة بيك ما ينفعش تبقى غير مقاس 4×6، لو رحت بصورة صغيرة هترجع بيها ومش هياخدوا ورقك. استمارة 2 جند و6 جند بتيجي من منطقة التجنيد اللي انت تابع ليها، وبعض المدن والمراكز بتجيبها من مديرية الامن. افضل حاجة تسأل واحد من بلدك اكبر منك وكان في الثانوية العامة زيك، قوله جابها منين. بعض الكليات بتطلب دوسي بلاستيك مع ورق التقديم علشان تحط فيه ورقك. التقديم للكليات لسه بدري عليه، وكل كلية بتعلن مع نفسها انها فتحت باب التقديم، بس جاهز ورقك بدري. شهادة الميلاد لو عندك واحدة قديمة اتأكد ان فيها رقم ثلاثي تحت كده، لو مش فيها استخرج واحدة تانية غيرها جديدة وهيكون فيها الرقم الثلاثي ده. لما تروح تجيب استمارة 2 جند واستمارة 6 جند هتجيبها بالبطاقة فقط، ممكن حد يجيبها لك عادي. مواليد 99 من الذكور مفيش ليك استمارة 6 جند لانك سنك لسه صغير، ولو رحت تجيبها هيقولك مفيش ليك. صورة البطاقة الشخصية مهمة في بعض الكليات، فالكل يعملها احتياطي. وده كان خبر النهاردة، من ألف مبروك لكل الناجحين، وأتمنى لكم دايما كل نجاح، واستنونا دايما مع كل أخبار التعليم في جمهورية مصر العربية وكل الوطن العربي. وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.